هذا الريموت، هذا المفتاح مالتها، تفتحها بالريموت. اوكي، هذا الصندوق مالتها. هذا السيد تشينجر، هذا الاصلي مالتها من زمان، هاي بيها شبكه على مود المسواق ما يوقع، الله يكرم. تفتح الكاربت، هذا جوا الكاربت. تفتح هذه، هاي العدة مالتها، بعدين تسدها، تفتح هذا التاير. طبعا شيك تعامل تاير مدير 98 ما مستخدم، طبعا ما له قيمة، بس يعني هاي مالتها. هنا الباتري، وهاي في الستورج كومبارتمنت. اوكي، يعني نرجع هذا هنا. طبعا الباب صندوق شفط مثل ما شفنا. طبعا صورة عامة، هاي السيارة قدامكم. سمعني، هذا الداخل مالتها، هذا كل الكاربت الاصلي مالتها الطاخه. هاي الباب شفط، كوشن السايق مال مارسيدس معروف جلد يتعب بسرعة. هذا الكوشن مالتها، ها شوية تشوف كلش شوية هنا نكون نفتر.